السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنشوف مع بعض ازاي اقدر اعمل فيديو بشكل بسيط جدا من خلال موقع اسمه هيومن فايف. الموقع ده بكل بساطة ان انا بكتب بعض الجمل، ممكن تكون قصة ممكن تكون فقرة، وكل كلمة منهم بحط معاها صورة بحيث يعمل لي فيديو شكله حلو. تمام، فبكل بساطة بقول له كريت فيديو، فهو بيقول لي اديني رابط المدونة بتاعتك، فممكن اختار اي رابط وليكن مثلا الرابط دوت، واقول له حمل لي المكتبات ديت. هو بيبدأ يحمل الكلام تمام بالشكل دوت. أقدر أحذف وأحط اللي أنا عايزه، يعني ممكن أعمل علامة زائد وأكتب أي كلمة. يعني خلينا مثلا أكتب ولكن قصة مثلا الأرنب والسلحفة، تمام، أو أي كلام. يعني شوف الكلام اللي أنت عايز تكتبه، وتقدر تكتب عربي وإنجليزي، بس خلي بالك ساعات العربي بيقلب. بيم أريبيا، بيم ماجازين، ستارت 2015. تمام، تقدر تكتب بعض الجمل زي ما انت عايز، سواء قصة سواء مقالة سواء شكر سواء اي اللي انت عايزه. تمام، وتقدر تعمل بريفيو تشوف الحاجة اللي انت عاملها دي هيبقى شكلها عامل ازاي. ليتس جو. تمام، وبعد كده ممكن تقول له كونتينيو، تقدر تضيف جمل زي ما انت عايز. فهو بيبدأ يحمل الكلام، وحط لك صور تقدر انت تبدل الصور، تقدر تعمل ابلود للصورة اللي انت عايزها، تقدر تعمل ريبليس زي ما انت عايز، تقول له ابلود تحمل الصورة اللي انت عايزها بالشكل دوت، كونتينيو. وتقدر تشوف بريفيو، تقدر تظبط التايتل تكست بوزيشن الهايلايت زي ما انت عايز او بالشكل دوت. تمام، وبعد كده شير ذس فيديو لو انت حابب، كونتينيو. يقول لك انت عايزه بفريم ولا من غير فريم، الريزوليوشن اللي انت عايزها قد ايه. بعد كده بتقول له بابلش، فهو عايز يحط موسيقى ولا مش عايز زي ما انت عايز. فهو بيبدأ يعمل الفيديو، وبعد كده بيديك الاختيار بقى ان انت تشيره وان انت ترفعه على الفيسبوك زي ما انت عايز. تمام، على سبيل المثال دوت، هو تقريبا بياخد دقيقة على ما يعمل له اعدادات بتاعته، فانت تقدر تعمل له داونلود وبعد كده ترفعه مثلا على اي برنامج انت عايز. ممكن ترفعه على اليوتيوب او تدخله على اي برنامج انت عايزه، تشيره على الفيسبوك، اليوتيوب، تويتر، انستجرام وهكذا.